مرحبا بكم في نشرة علوم الدار، أحييكم أنا نبيلة أحمد. أحييكم أنا حامد المعشني. لتفاصيل الدار نبدأ بأبرز مشاهدينا الكرام، ما زلنا في الشأن الطبي، حيث أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية حملة وقع لمواجهة السكتة الدماغية الناتجة عن الرجفان الأذيني، التي تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر حالات السكتة الدماغية وسبل الوقاية منها. دعونا نتعرف أكثر مع منصور البلوشي. درهم وقاية خير من قنطار علاج، عبارة دائما ما نرددها ونسمعها لكننا لا نعمل بها. من هذا المنطلق وتزامنا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية الناتجة عن الرجفان الأذيني، تعاونت مدينة مستشفى خليفة مع شركة باير للرعاية الطبية لإطلاق حملة مواجهة السكتة الدماغية. احنا عندنا ثقافة في دول يعني دول الخليج ودول الشرق الأوسط، هي ثقافة رد الفعل. يعني ايه ثقافة رد الفعل؟ يعني حضرتك الشخص ما بيروحش للدكتور او ما بيسألش عن اي حاجة غير لما يشتكي، تمام؟ ولكن الدراسات الحديثة كلها اثبتت ان معظم امراض السكتة الدماغية وامراض القلب وامراض كتير من الممكن الوقاية منها، يعني 80% من الناس اللي بيجي لهم من الممكن الوقاية منه. فاحنا بنحاول باللي بنعمله ده ان احنا عايزين نغير ثقافة الفرد من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية. الرجفان الأذيني هو عبارة عن اضطرابات نبض القلب تتسبب في انقباض الأذينين العلويين للقلب بشكل غير منتظم، مما يسبب خثرات في الدم تنقسم وتتفكك وتنتقل للدماغ، مسببة حدوث السكتة الدماغية. بخصوص السكتة الدماغية بصراحة ما كان عندي أي خلفية، بصراحة بنسمع على السكتات اللي بتصير بس ما بنعرف إنه السبب، بس اليوم ما شاء الله كانت في توعية وكانت في معلومات اللي فهمنا إيش هو السبب وإيش اللي هي المسائل اللي بتأدي إلى حدوث السكتة الدماغية. فبالتالي حتى التجربة اللي قمت بها الحين ككشوفات وهذا أعطتني حتى نصائح من الدكاترة إنه نسب الكوليسترول في الدم ونسب السكر في الدم. فبالتالي أنا بشوف إنه نمط حياة صحي يعني كثير مهم إنه الناس تكون عندها ثقافة يعني صحية. الحملة ستجوب أرجاء إمارة أبوظبي حتى يتسنى لكل سكانها التعرف على هذا المرض الخطير والأسباب التي تؤدي له وسبل الوقاية منه، حيث يقوم من خلالها الممرضات بفحص ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى نسبة الكوليسترول في الدم. بعدها يقوم الدكتور المسؤول بفحص نسبة التدخين قبل أن يقدم لك نتائج التحليل ونصائح طبية حول الوقاية من هذه الأمراض. كل شخص من بين 4 أشخاص معرض للإصابة بهذا المرض الخطير والذي يجهله الكثيرون، لذا أقام مستشفى خليفة هذه الحملة لتثقيفهم وزيادة التوعية. منصور البلوشي لقناة أبوظبي من العاصمة أبوظبي.